طبعا هذا يسمونه سوق الجمعة، سوق متنوع، عنده أشياء كثيرة، وعندهم قطع نسائية، وعندهم قطع رجالية، وعندهم أشياء كثيرة أنواع القطع اللي تبونها، لكن هاي ستاير وغير ستاير. كم دراهم تقريبا؟ ما عاد في صار لنا دتا سعدينا. السوق مد النظر شيء صراحة، اللي يحب قطع يحصل هنا على كيفكم، أسعار رخيصة طبعا. الطريقة هاي الأسواق مالهم عزون شبرات كذا، ولا حسب منطقة مثل هاي الزوالي اللي ملابس مثل هذي. على كم هذي؟ 750. طبعا هاي دينار ونص القطعة، 3 أمتار، وهذي دينارين. هذا دينار، وهذا 750 متر. على كم متر هذه؟ ها؟ القطعة؟ دينارين. رمضانية دينارين، 25 درهم تقريبا. اللون بنفسجي، هذا في اللون الأسود. الطي على كم؟ هذا 8 دينار، هذا 3 متر 3 دينار، هذا 3.5 متر دينارين. رمضان، وهذه سام نفس الشيء، هذا ديناري قطعه رمضاني عندهم دينار ونص. اللون هذا ولا هذا البيج؟ الطريقه هذا معروضه. زين، وعنده شهادة واحدة، حلو، وعنده شهادة واحدة، وين رمضان، وعنده شهادة واحدة، حلو. زين لونين، لون الأحمر هذا في أربع ألوان، وهذا أربع ألوان، هذا المقصر، هذا أربع ألوان، شوف النقشة ماله، حلو، نقصة رمضان جديد. هذا أربع لون فيه، هذا اللون أربع، عندك هاللون، وعندك هاللون، وعندك هاللون، والأزرق، لا لا مش هذا اللون، وين تقصدين هذا الأزرق؟ واحد تقصدين هذا على كم بوس؟ دينار واحد، دينار على كم هذا؟ هذا دينار ونص. شانتون هندي، شانتون هندي، هذا كم زين؟ كم؟ فلوس ايه متر ولا قطعة كامل؟ ها؟ ناسو
ميتر دينار. مناسب. الحمد لله بالواس يا جاب. بالواس مني. إيه الحمد لله. عنده مثل هاي 6 دينار. شيل هذا شوي بوس. بس هذا في لون ثاني بعد؟ هذا بس ها؟ اوكي لا. عندهم هاي.